بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكينا في المعمل السابق عن الكواليتي كنترول للتابلت اللي هو السوليوشن تيست. راح نحكي في المعمل هذا عن definition of capsules أو الكواليتي كنترول عن الكابسولز. الكابسول is the most versatile of all dosage form. Capsules are solid dosage form in which one or more medical and inert ingredients are enclosed in a small shell or container usually made of gelatin. يعني بتكون الكبسولة مصنعة من الجيلاتين تحتوي على المادة الفعالة بالإضافة إلى الإكزيبيانس، ممكن تكون أكثر من مادة فعالة في نفس الكبسولة، واللي هي عبارة عن solid dosage form. طبعا في سايز عندنا من الكابسولز، عندنا من 3 أصفار لعند 5. السايز بيختلف حسب الحجم اللي بيتحمله الكابسولة، حسب حجمة الباودر والإكزيبيانس وحجمة الباودر اللي بدنا نعبيها في الكابسول نختار حجم الكابسول على أساسها. عندنا اللي هو أجزاء الكابسولز. الكابسول تتكون عندنا من شغلتين، هو الكابسول بادي بالإضافة للكاب اللي هو الغطاي. تمام، لاحظوا إنه الكابسولز في لها زي نظام زي فرز، بحيث لما تم تركيب او عملية الانكابسوليشن للكاب مع الكابسول بادي، الفرز بيدخلوا في بعض بحيث انها تكون ايش مغلقة بشكل كامل. في عندنا ممكن تحدث بعض الديفكتس على الكابسول اثناء عملية الانكابسوليشن، يمكن يصير عندنا تغير في الشيب او تكسر في الشيب، مثلا يصير عندنا اللي هو الدنت، او يصير عندنا دبل كاب بيجي عليها، او يصير بنت فيها، او مش يصير هرسها، ومن ثم يكون عندنا اللي هو شورت اند لوج كاب باديز وهكذا. ممكن يصير عندنا تغير في الكلر، يصير عندنا different color، ممكن يصير عندنا discolor فيها. في الابيرنت ممكن يصير عندنا dirty او تتسخ، يعني foreign particle جسم غريب يكون عليها وهكذا. ممكن يصير فيها في الايدج لها فيها split وهكذا، cracked يصير فيها تسلخ تمزق وهكذا. بالنسبة للprinted mark الطبع او الطباعة اللي بتكون عليها، ممكن تكون ما فيش عليها طباعة، ممكن تكون improper marking mark، هذه تكون مثلا مطبعة بشكل غامق، هذه تكون بشكل فاتح، هذه تكون مطبوعة بشكل كامل، هذا الجزء الاخر يكون مطبوع مش كامل. يعني هذه بعض الاشكاليات ممكن تكون موجودة في الكابسول. ايضا بكون فينا ممكن يكون عندنا defects موجودة اللي هو في السوفت جيلز كابسول، سوفت جيلاتين كابسول اللي هو التوينز، انه الكبسولتين اللي تسخوا ببعض، او اختلاف في السايز او دامج في السيم لإلها، او تكون متسخة، او يكون في الجيلاتين في هير، او يكون بابلز داخل المحتوى تبع الكبسولة السوفت جيلاتين، او تكون ايش بروكن. ايضا الكواليتي كنترول اوف كابسولز وير كابسولز ار برودوسد ان سمول سكيل اور لارج سكيل، all of them are required to pass through certain tests. كواليتي كنترول تيست to test the quality of the finished product. التستات اللي احنا بنقوم فيها تنقسم لقسمين، physical test اللي هو disintegration test وال weight variation test، وعندنا اللي هو الكيميكال تيست اللي هو dissolution test والassay والcontent uniformity والstability test والmoisture permeation test. رح نتحدث في المعمل عن disintegration test وال weight variation test، ورح نعرف الكريتيريا اللي بتحكمهم، والdissolution test ايضا رح نتحدث عنه. بالنسبة للphysical test of capsules Finally, physical control, processing, and packaging may be accomplished by the following in-line continuous operation. أول شغلة بكون عندنا a capsule diameter sorter allows to pass to the next unit of any capsules within plus or negative 0.02 inch of theoretical diameter. يعني هذا السورتر جهاز بقوم بفصل أو تمرير الكابسولز حسب اللي هو الاختلاف في الدياميتر. عندنا تاني شغلة اللي هو بالنسبة للphysical test أيضا اللي هو الكابسولز color. The capsule colors are fed to automatic from the diameter sorter by pneumatic conveyor. بتكون فين اللي هو pneumatic conveyor موجود بقوم بعملية تعبئة للكابسولز بشكل automatic. In this unit, any capsules whose color does not conform to the reference color standards for that particular product is discarded. Others pass the test. يعني اللي بيكون فيها اختلاف في الكلر ما بتعدي التست، ومن ثم نشوف اللي بعديها.
طيب بالنسبة للدزنتجريشن تيست، الدزنتجريشن تيست determines the whether capsule disintegrated with a prescribed time when placed in the liquid media under prescribed integral conditions. الميثود اللي احنا بنستخدمها هو according to British Pharmacopoeia and which applied to both hard and soft capsules. اول شغله بنعملها انه احنا بنحط introduce one capsule in each tube and suspend the apparatus in beaker containing 700 ml water ودرجه الحراره بتكون اللي هو 37 درجه سيليزيوس. If hard capsules are floated on surface of water the disc may be added اللي هو البرفوريتد ديسك اللي شرحناه في disintegration بالنسبه للتابلت. Operate the apparatus for 30 minutes, remove the assembly from the liquid. ثالث شغله the capsules pass if the test من الكابسولز بعدي التست الا اذا كان no residues remain on the screen of the apparatus or if the residues remain it consists of fragment shells. ايش معنى الكلام؟ معنى الكلام اذا ما ضل بقايا موجود على السكرين مش او الشبكه اللي بتكون في disintegration apparatus اذا كان الريزيدوز اللي بتكون موجوده عباره عن fragments من الشيل تبع الكابسول. If the soft mass with no bubble core يعني اذا كانت اللي هو البقايا المتبقيه على الشبكه السكرين مش الموجوده ملهاش ملمس بعد ما نفحصها بتكون ايش عدت. If the disk is used and residues remain on the lower surface should only consist of fragments of the shell. يعني المفروض البقايا اللي تكون موجودة لازم تكون بس عبارة عن بقايا من مكونات الكبسولة نفسها. طيب نيجي بالنسبة لل weight variation test للكابسولز. For hard capsules رح نوزن 20 capsules individually and determine the average weight لإلهم. تمام؟ يعني رح نوزن كل كبسولة لحال ومن ثم رح نجمع أوزان العشرين كبسولة ونقسمهم على عددهم هنحصل على الـ average weight. The individual weights should be within the limits من 90 ل 110% of the average weight. If not all capsules fell within the limits إذا مش كل الكابسولز وقعوا في الـ limits يعني ما كانوش ضمن الـ range اللي احنا متبعينه من 90 ل 110% بنروح بنوزن 20 capsules individually وبعدين نعمل remove the net content of each capsule with the aid of a small brush. يعني بنروح بنفضل كابسولز محتوى الكابسولز نفسه وبنستخدم اللي هو small brush بحيث انه نفضيها من محتويات الكابسولز. with the empty shells individually يعني بنروح بنوزن ال empty shells اللي هو الكاب والبادي للكابسولز بشكل منفرد لحال بنروح بنحصل على اللي هو net weight of contents individually بنروح اللي هو بنقص وزنة الشل من وزنة الجروس ويت اللي هو عبارة عن وزنة الكابسول مع محتوياتها ومن ثم راح نحصل على محتويات الكابسول. Determine the average net contents from the sum of individual net weight then determine the difference between each individual net contents and average net content. تمام؟ نيجي بالنسبة للليميتس أو المحددات اللي لازم نمشي عليها. Not more than two of the differences are greater than 10% of the average net content. ممنوع اي اختلاف في differences between اللي هو وزنة كل كبسولة والافريج. تمام؟ ممنوع يتعدى اللي هو الليمتس العشرة في المية. يعني بنجيب وزنة الكونتنس لا الكبسولة ناقص الافريج مقسومة على الافريج مضروبة في 100% رح يطلع عنا نتيجة ممكن تكون بالسالب ممكن تكون بالموجب ولكن ممنوع تتعدى الموجب 10% وممنوع تنزل عن السالب 10%. تمام؟ الحبتين هذولا اللي ممكن ممنوع يتعدى اكثر من حبتين ممنوع من الحبتين هذولا اللي تعدوا العشرة ممنوع يقلطوا او يطلعوا عن ال 25% من الرينج. نيجي طيب اذا صار عندنا انه more than 2 but not more than 6 capsules deviate from the range between 10 و 25%. يعني بنروح بنجيب كمان 40 كبسوله بالريت ال 20 اللي احنا فحصناهم determine the net contents of additional 40 capsules راح نكون معنيين بالcontents لل 40 كابسول determine the average content of entire 60 capsules determines the deviation of from the new average. رح ناخد الافريج لل 60 ومن ثم رح نقارن كل كبسولة من ال 60 بالافريج مقسوم على الافريج. تمام؟ not more than 6 of 60 capsules does the differences exceed 10% of the average net content. No capsule does the differences exceed 25%. طيب chemical test of capsules dissolution test. Dissolution test is carried out using a dissolution apparatus
officially in both United States Pharmacopoeia and Indian Pharmacopoeia. The capsules is placed in a basket. الباسكت اللي هو الشبكة بدل لو بدل نستخدم البلايد نستخدم الباسكت هان لأنها floated dosage form. And the basket is immersed in the solution media and caused to rotate at the specified speed. The solution media is held in a covered 900 ml glass vessel and maintained 37 درجة سيليزياس زائد ناقص 5 by means of constant temperature. Suitable water bath نستخدم. The sterile speed and type of dissolution media are specified in the individual monograph. يعني سرعة التحريك ونوع أو نوع الميديا اللي احنا بنستخدمها في التذويب بتعتمد على نوع الدراج أو تركيب الدراج. Dissolution profile للكابسولز أول ما بنحطها بتكون شكلها هيك. بعد 3 دقائق بيبدأ اللي هو الجيلاتين كابسول يبدأ يتحلل ويتفتت، ومن ثم عند الأربع منس بشكل طبيعي بيكون تفتت بشكل كامل، ومن ثم بيصير اللي هو ديليوشن وانتشار لإله ديستريبيوشن في البيكر. طيب هاي شكل الكابسولز في أول دقيقة، بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد 15 دقيقة اللي هو لو تبقى من بقايا اللي هو الشل. الفاكتورز اللي بتأثر على الدراج سوليوشن اوف كابسولز اللي هو الأوفر ديستريبيوشن ريت is the function of the solution rate of the shell اللي هو معدل ذوبانية الشل اللي هو الكونتينر تبع الكابسولز هو عبارة عن بدو الكاب. rate of penetration of the solution media اللي هو معدل اختراق او دخول الـ solution media داخل الكبسولة. rate of degradation of powder mass يعني معدل تفتت الباودر وذوبانيتها. nature of primary drug particles يعني كانت البارتكلز هيدروفيليك او لايبوفيليك بيختلف الديسولوشن لها. normally shell rupture and dissolve within about 4 minutes. rupture occur first at the shoulders where shell wall is thinnest يعني المناطق اللي بيكون فيها الشل رقيق بيكون عندها اللي هو اول منطقة بذوب فيها. ends fall away and liquid penetrates and degradation occur. formulation tend to split out and of the two ends يعني ومن ثم خلص بتذوب بشكل كامل وهكذا. experimental part يعني احنا ايش ممكن احنا نعمل في المعمل. راح نعمل dissolution and wet variation للكفالين اللي عبارة عن سيفليكسين الاكتيف انجريدينس له. الميديا راح نستخدم H2O. الفوليوم راح نعبي في الفيزل 900 مل. الابريتس راح نستخدم اللي هو الباسكت. السبيد راح نحطها على 100 راوند بير مينيت. التايم اللي هو بعد نص ساعه. اللامدا ماكس ممكن نستخدم ال 262 نانومتر حسب اليونايتد ستيت فارماكوبيا، وممكن نستخدم ال 212 نانومتر حسب اللي هو الابحاث موجودة فيه من لامدا ماكس هذين. ممكن نتأكد من الجهاز ونشوف على absorbance وين بكون عند انه طول موجي. بالنسبة للتولرانس ممنوع يكون اقل من 80%، ومن ثم التولرانس اللي هو عبارة عن اللي هو الاكتوال absorbance على الستاندرد absorbance مضروب 100%، وبنقوم بحسبتها. هاي الريفرنس وثانك يو. رح نستكمل في اللاب السادس اللي هو الكواليتي كنترول اوف سيمي سولود دوزج فورم. بيتبقى عندنا اللي هو الكواليتي كنترول للليكويد دوزج فورم والكواليتي كنترول للبلنترال دوزج فورم للنعمل السابع والثامن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.